افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ومدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة سيف مثنى قرية خول السكنية للنازحين بمخيم الجفين العليا بدعم وتمويل من بيت الزكاة الكويتي بتكلفة 1,600,000 ريال سعودي. وثمن الوكيل مفتاح الدور الإنساني للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مشيدا بتدخلاتها الإنسانية ودعمها للنازحين في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص عبر مشاريع مستدامة تساهم في استقرار الأسر النازحة في مساكن آمنة. وقال مفتاح إن افتتاح قرية سكنية ل53 أسرة نازحة بكافة ملحقاتها من مدرسة ووحدة صحية ومسجد وبئر مياه يأتي امتدادا لكثير من المشاريع الإنسانية الكويتية. بدوره أشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة سيف مثنى بالمشاريع المقدمة من دولة الكويت الشقيقة ومواقفها الإنسانية إلى جانب اليمنيين. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا في هذا اليوم أن يتم افتتاح القرية السكنية قرية خولة السكنية المقدمة من دولة الكويت. نشكر أشقائنا في دولة الكويت ملكا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه النازحين في محافظة مأرب، وبالذات نشكر الجهة الممولة لبيت صندوق الزكاة الكويتي على دعمهم السخي لتخفيف معاناة النازحين في محافظة مأرب. أيضا نشكر الجهة المنفذة مؤسسة حطين على تنفيذهم لهذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع الذي تم تنفيذها في محافظة مأرب. وننوب أن النزوح لازال مستمر إلى محافظة مأرب، لدينا أكثر من 292 ألف أسرة متواجدة في محافظة مأرب. هذه الأسر نزحت من 14 محافظة إلى محافظة مأرب. إضافة إلى النزوح الداخلي الذي حصل، نقوم بافتتاح قرية خولة السكنية للنازحين هنا في اليمن محافظة مأرب. طبعا القرية تتكون من 53 مسكن، كل شقة تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، بالإضافة إلى بعض المرفقات الخاصة بالقرية المكونة من مدرسة تحتوي على 9 فصول دراسية ودورات مياه، وأيضا مسجد 10 في 10، بالإضافة إلى بئر توازي ووحدة صحية. طبعا القرية بتمويل كريم من بيت الزكاة الكويتي دولة الكويت وتنفيذ مؤسسة حطين التنموية الخيرية في اليمن.